بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من استوديوهات قناة الندى بالقاهرة، الحلقة العاشرة من برنامج 60 دقيقة، تقديم الدكتور مجدي عبد المحسن، استشاري طب الأطفال وعلاج التبول اللا إرادي ومرض فرط الحركة. النهاردة الحلقة العاشرة، النهاردة السبت 9 مايو 2015، 20 رجب 1436. كل سنة وانتم طيبين. باقي على رمضان حوالي 40 يوم. كل سنة وانتم طيبين. البرنامج بتاعنا برنامج طبي تثقيفي صحي اجتماعي نفسي، يعني بيناقش علاقة الأمراض بالحالة النفسية والحالة الاجتماعية بالظروف البيئية، وازاي بنتصرف فيها، وازاي بننصح المرضى بالحل اللي هو يخلي ان شاء الله الشفاء يجي بأسرع ممكن وبأقل التكاليف. النهاردة هنتكلم عن الأسباب فشل علاج التبول الإرادي. مش هنتكلم على الأسباب التبول الإرادي، هنتكلم على أسباب فشل العلاج. يعني ايه؟ يعني مثلا كل 100 حالة من علاج التبول الإرادي كم حالة بتفشل فيها، وليه الأسباب اللي بتحصل في الموضوع ده، فنناقشها كده واحدة واحدة ونشوف الأسباب وازاي بنتصرف فيها. برضو هنتكلم برضو على موضوع مرض فرط الحركة والأسباب بتاعته وازاي بنتصرف فيه، اللي هو الشقاوة، يعني الطفل اللي هو عنده شقاوة زايدة وفي نفس الوقت خيبان في الدراسة ومستواه الدراسي وتركيزه ضعيف. الحلقات بتاعتنا بتذاع كل يوم سبت ابتداء من النهارده، قبل كده كانت بتذاع الاربع، فابتداء من النهارده هتبقى السبت من الساعه 2 للساعه 3، والعاده بتبقى الجمعه من الساعه 5 وربع للساعه 6 وربع. واللي عاوز يشوف الحلقات السابقه، التسع حلقات السابقه، بيشوفها على اليوتيوب، هيكتب قناه الندى الفضائيه برنامج 60 دقيقه الدكتور مجدي عبد المحسن، او هيكتب على طول على اليوتيوب برضو حلقات الدكتور مجدي عبد المحسن، هتطلع له الحلقات السابقه. وان شاء الله نتمنى لكم الشفاء والصحه والحياه الممتازه. نتكلم النهارده، نبدا الاول باسباب مرض او اسباب فشل علاج التبول الارادي. التبول الارادي اللي هو باختصار اللي هو يعني الشخص او الطفل او الكبير بيعمل البول على نفسه وهو نايم، ده اللي هو التبول الارادي، وده بيختلف عن موضوع سلس البول اللي هو الواحد بيعمل على نفسه وهو صاحي، سواء ينقط قبل او بعد الحمام او ما يلحقش نفسه، او لما يجي يكح او يعطس ينزل نقط بول. يبقى عندنا موضوع التبول الاراضي ده لاي سن من السنين، يعني سواء كبير او صغير، وسلس البول اللي هو بيحصل برضو لاي سن اللي هو بيحصل اثناء اليقظة. اشهر اسباب فشل علاج التبول الاراضي هو السمنة، يعني اولا نسبة نجاح العلاج بتبقى 99.5%، يعني من كل 100 حالة بتفشل نص حالة. نص حالة يعني ايه؟ يعني هيبقى كل 200 حالة في حالة هتفشل بس، يعني كل 200 حالة بتلتزم بالتعليمات وبتاخد العلاج بتفشل حالة واحدة بس. يعني في المية بتبقى نص، 99.5% دي نسبة النجاح، ونص في المية هي نسبة الفشل. طبعا الفشل ما بيبقاش راجع للطبيب، غالبا هيبقى راجع للمريض في تنفيذ التعليمات، لما المريض مهمل ما بينفذش التعليمات المطلوبة اللي بنديها له مطبوعة على ورقة، وهنقولها التعليمات دلوقتي ايه باختصار، او ان هو مثلا صاحب المشكلة دي بيبقى تخين او وزنه سمين يعني وهو مش عاوز يخس، فالسمنة من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل لنا فشل في علاج التبول الاراضي، او مثلا يكون الشخص ده عنيد، او البنت او الولد عنيد مش عاوز يسمع كلام، او بيعاند مع امه او مع ابوه بيغلس عليهم، او ان هو زهق من فترة العلاج اللي هي بتبقى حوالي 4 شهور او اكتر شوية، او ان هو بياخد ادوية مش منتظم يعني في تناول العلاج، يعني ممكن ياخد يوم ويفوت يوم، او العلاج خلص منه وما كملش وما راحش اشترى غيره، يعني نسي او كسل او الاهمال، او ان هو بياخد علاج غلط. يعني علاج غلط يعني ايه؟ يعني علاج فاسد. علاج فاسد يعني ايه؟ يعني لا اما علاج منتهي الصلاحيه او علاج مغشوش، وهنتكلم دلوقتي عن غش الادويه وازاي بنتصرف فيها. يبقى الاسباب فشل علاج التبول الارادي هنقولها باختصار تاني، اشهرها السمنة او الدلع او الاستهتار او الاهمال او العند، يعني حد بيعاند مع اهله، او ان هو ما عندوش رغبة في الشفاء، او مبسوط بالمرض بتاعه وفرحان بيه ومبسوط على كده لانه شايف ان فيه اهتمام طول ما المرض عنده، فالاب والام مهتمين بيه اكتر واعصابه متوترة بسبب المرض ده، خصوصا لو كانت بنت كبيرة وعاوزين يجوزوها، وطبعا كل ما يجي عريس بيحاولوا يتهربوا منه عشان الموضوع ده، فهي بتبقى البنت مبسوطه بكده، خصوصا لو كان العريس ده مش برغبتها او ما فيش بينها وبينه علاقه سابقه، علاقه يعني في وده او استلطاف، علاقه سابقه او معرفه، فبالتالي بتبقى ما عندهاش رغبه في الشفاء عشان تهرب من موضوع الزواج ده.
بنتكلم بقى دلوقتي على الطفل او الشخص اللي عنده تبول الاراضي لما بياخد ادويه فاسده او مغشوشه او منتهيه الصلاحيه. يعني ايه ادويه منتهيه الصلاحيه؟ يعني كل دواء بيطبع على الكرتونه بتاعته او على الشريط بتاعه تاريخ الانتاج وتاريخ اللي هو انتهاء الصلاحيه بتاعته، يعني مثلا 3 سنين او 5 سنين. مفروض ان هو الصيدلات بتبيع الدواء لحد قبل ما ينتهي ب6 شهور. يعني مفروض الدواء قبل ما ينتهي ب6 شهور مفروض ده بيسموه مرتجع، يعني الادويه الصيدليه بترجعها للمخزن اللي جايبه منه او لشركه الادويه اللي جايبه منه الدواء، على اساس ان هم بيصرفوا فيه بطريقه تانية او يعدموه عشان ما لانه كده صلاحيته بتبقى ضعيفه. يبقى لما نيجي نشتري دواء من الصيدليه اول حاجه ان احنا نشوف تاريخ الصلاحيه يكون لسه فاضل اكتر، يعني 6 شهور على الاقل، يعني ما يبقاش مثلا فاضل شهر ولا شهرين وينتهي العلاج. تاني حاجة تكون الصيدلية دي فيها مكيفة، يعني يكون فيها تكييف، على أساس إن أغلب الأدوية بتفسد بعد درجة حرارة 25 درجة مئوية. هنلاقي على أغلب الأدوية يقول لك يحفظ في درجة حرارة أقل من 25 أو أقل من 30 درجة، أو اللي هو درجة حرارة الغرفة، وطبعا المقصود بيها اللي هي من 25 ل 30. وفي بعض الأدوية بيتكتب عليها تحفظ مثلا في درجة 4 مئوية أو درجة 6، لكن اغلب الادويه اللي موجوده اللي احنا بنستخدمها بتكون تحفظ في درجه حراره اقل من 25. طبعا الحراره النهارده في القاهره قريبه من 40، من 38 يمكن او 39، طبعا في بقيه المحافظات وفي الصعيد هتكون اكتر من كده، هتعدي ال 40. فطبعا الصيدليات اللي ما فيهاش تكييف وتحط طبعا الادويه على الرف بتبقى اغلب الادويه دي مفعولها ضعف او بتفسد نتيجه سوء التخزين. وطبعا هو كمان المخزن اللي بيجيب لهم الدواء ممكن برضو ما يكونش مكيف، والعربيه اللي بتشيل الدواء ما يكونش في صندوق فيه ثلاجه، المفروض يكون في صندوق فيه ثلاجه، فنقل الدواء وتخزينه وفي الصيدليه، وبعدين برضو الدواء ما بيروح البيت الناس غالبا ما بيحطوش في الثلاجه، بيحطوه على اي في اي رف ولا في اي حاجه، والحراره العاليه ديت بتخلي الدواء يفسد. يبقى دلوقتي المريض، اي مريض بقى باي مرض، لما يجي يشتري الدواء لازم يشتريه من صيدليه فيها تكون فيها تكييف، تكون الحراره فيها يعني اقل من 25 درجه عشان الدواء يبقى صالح. ويستحسن يشتري الادويه من الصيدليات الكبيره اللي هي السلاسل الكبيره اللي بيبقى فيه كذا، لها كذا فرع. ليه بقى؟ لان اصحاب الصيدليات الكبيره دي بيشتروا الادويه من المصنع مباشره، فبالتالي يضمن ان الدواء اللي جاي جاي من مصدر موثوق به، جاي من المصدر نفسه، من المصنع نفسه. لكن في بعض الصيدليات الصغيره بيجي لهم واحد معاه شنطه ومعاه ادويه ويقول لهم الدواء ده عليه خصم 50%، فبيشتروه ويكون الدواء ده غالبا مغشوش او بيسموه محروق. يعني بيقول لك دواء محروق. دواء محروق يعني ايه؟ يعني هم بيقولوا ان هم عندهم ادويه كميه كبيره عاوزين يتخلصوا منها عشان عاوزين سيوله ماديه، فبيبيعوه بتخفيض مثلا 50% للصيدليات. فالصيدلي بيشتري الادويه دي طبعا بدون فواتير وبدون حاجه، وبالتالي الادويه دي بتكون غالبا فاسده او مغشوشه او معموله في مصانع في البيوت، يعني في تحت زي ما يسموها مصانع بير السلم. في بعض الناس بتشتري الماكينات بتاعه الادويه المستخدمه، يعني دواء المصانع بعد بتيجي تجدد الماكينات بتاعتها فبتعمل لها حاجه اسمها تكهين، يعني بتبيعها كخرده. يجي واحد او اتنين او اي حد يشتروا الادويه دي كانها خرده ويروحوا يدوها لحد من اللي بيصنع الادويه، بيغش الادويه ويحط في الدواء دوت مثلا نشا او دقيق او سكر بودر او اي محلول او اي بودر، وبالتالي بتتباع. والعبوات اللي هي القديمه ممكن برضو تتعبى بطريقه تانية او يغيروا تاريخ الصلاحيه على الادويه المنتهيه، وبالتالي الشخص بيروح يشتري الدواء مهما ياخد العلاج ما بيخفش. طبعا الخطوره في الموضوع دوت ان لو في امراض، لو الواحد خد علاج غلط او علاج مغشوش او علاج منتهي الصلاحيه ممكن يعمل له مشاكل كبيره، ممكن يؤدي الى الوفاه. يعني مثال مثلا لو واحد عنده ضغط عالي وخد علاج مغشوش، فالعلاج المغشوش ده طبعا مش هينزل له الضغط، ممكن يحصل له نزيف في المخ، ممكن يحصل له شلل، ممكن يحصل له وفاة. فده من ضمن المشاكل بتاعتها. ممكن لو حد مثلا طفل عنده التهاب رئوي وخد علاج مغشوش، فممكن التهاب الرئوي ده يتطور ويحصل له مشاكل تؤدي الى الوفاة. ممكن مثلا الحقن بتاعت العلاج الكبدي اللي هي زي الانترفيرون، حقن كانت غالية دي حوالي 1000 او 1000 وشوية، فدي برضو بتتغش وممكن ياخدها المريض بتاع الكبد اللي هو عنده الفيروس بي او سي، وطبعا ما بتجيبش نتيجة وممكن المريض يتوفى. ففي امراض كتير ممكن الدواء الغلط دوت او الدواء المغشوش او الدواء الفاسد او منتهي الصلاحية
او اللي بيتعرض لسوء التخزين بيضر المريض وممكن يؤدي الى وفاته او يعمل له شلل او يعمل له مشاكل كبيره او نزيف في المخ. فبرضه بنطالب يعني المسؤولين ان هم يشددوا العقوبه على الادويه المغشوشه، لان ده يعتبر قتل مع سبق الترصد، او بيسموه اللي هو سبق الترصد او مش عارف بيسموه ايه. المهم يعني ديت تساوي زي اي جريمه قتل، وده مفروض ان هو اللي بيغش الدواء ده يبقى يعدل القانون لدرجه ان هو ياخد اعدام. اللي بياخد بقى نقل الادويه اللي هي المغشوشه ديت او الوسيط ده ممكن بقى يديله مؤبد او يديله غرامه كبيره، خصوصا في المخازن الادويه اللي عددها في مصر حوالي 1000 مخزن. الادويه دي المخازن ديت بتبقى اساسا مرخصه لبيع المستلزمات الطبيه مش لبيع الادويه، فطبعا بيبيعوا الادويه، والادويه دي بيشتروها من مصادر غير موثوق بيها، من مش من الشركات نفسها، او ياخدوها من اي حد، اي حد عنده مكنه من المكنات اللي هي بتبيع بتعمل ادويه بتصنعها. المكنات دي على فكره ممكن بتستورد برضو من الصين ومن الهند ومن تايوان ومن تايلاند، بتخش على انها تحت اي مسمى وبتتصنع، وممكن تصنع في مصر هنا في القاهره في الزاويه الحمراء وفي السبتيه بيصنعوا الادويه بتاع اللي هي المكنات اللي بتعمل بتعبي الادويه. ودي طبعا زي ما قلنا دي بتبقى جريمه مكتمله الاركان، فطبعا بتبقى على حساب المرضى. غش الادويه طبعا في مصر بيساوي حوالي 10% من تجاره الادويه في مصر. يعني ايه؟ يعني عندنا تجارة الأدوية في مصر حوالي 27 مليار جنيه، 27 ألف مليون جنيه. 10% منها بتبقى أدوية مغشوشة، تجارة الأدوية المغشوشة. يعني 2.7 مليار، 2.7 مليار يعني 2700 مليون جنيه، دي الأدوية أو كمية الأدوية المغشوشة في جمهورية مصر العربية. وطبعا بتحصل منها مشاكل كتيرة وبتحصل منها عدم شفاء، فهو جزء اللي يخصنا احنا كعلاج التبول الأراضي او مرض فرط الحركه دلوقتي اللي بنتكلم عليه، او علاج قصر القامه، او علاج النحافه. الادويه المغشوشة طبعا شكلها ما يبانش، يعني انا كطبيب او اي حد او صيدلي ما بيعرفش شكلها ان كان دي سليمه او مغشوشه، يعني ما فيش علامه من بره تقدر تشوف الدواء هل هو سليم ولا مغشوش. طبعا بيبقى مكتوب برضو على الادويه كل حاجه، تاريخ مكتوب عليها تاريخ صلاحيه وهمي، ومكتوب عليها انها مسجله في وزاره الصحه، ومكتوب عليها كل البيانات، وشكل العلبه هو هو، والأدوية في الآخر بتبقى مغشوشة. طب احنا بنعرفها ازاي كأطباء؟ إن احنا بيجي المريض بعد في الاستشارة الأولانية بيقول أنا زي ما أنا، الحالة تدهورت أو الحالة ساءت أو مفيش أي شفاء خالص أو مفيش أي تحسن خالص، فبنبدأ نشك إن الدواء اللي خده اللي صرفه من الصيدلية جنب بيته الدواء ده مغشوش، فبننصحه إن هو يشتري الدواء من السلاسل الصيدليات الكبيرة اللي بتبقى فيها تكييف وفيها بتشتري من المصانع نفسها منعا لغش الأدوية. يبقى ده أول نقطة في فشل علاج التبول الإرادي هو تناول الأدوية المغشوشة. برضو بنشير إلى أن التفتيش الصيدلي اللي هو المفروض بيفتش على الصيدليات وعلى مخازن الأدوية وعلى المصانع الأدوية مفروض يكون يهتم أكتر من كده، لأن عدد المفتشين أو المفتشات في وزارة الصحة اللي هم الصيادلة اللي بيفتشوا على الأماكن ديت عددهم أقل من 2000 على مستوى الجمهورية، واغلبهم بيبقوا حريم او ستات يعني فوق الخمسين سنة. فطبعا ما بيبقى النتيجة اللي هم بيكفوش او ما يقدرش يغطوا الكمية اللي موجودة، لان عدد الصيدلات في مصر حاليا 64 ألف صيدلية، وعدد المخازن الدواء 1000 مخزن، وعدد مصانع الادوية وشركات الادوية صغير وكبير حوالي 4000. فده كله مسؤولية التفتيش الصيدلي اللي ما بيقدرش يغطي العدد المطلوب ده، وبالتالي بيكون في نسبة بيع أدوية فاسدة كتير ومغشوشة كتير ومصنعة تحت بير السلم. فبنشد المسؤولين الاهتمام بصحة المواطنين في النقطة بتاعة الأدوية المغشوشة. نرجع تاني للموضوع بتاعنا اللي هو أسباب فشل علاج التبول الإرادي. يبقى قلنا أول سبب السمنة، السمنة طبعا لازم اللي هو عنده مشكلة التبول الإرادي ده يخس بأي طريقة، لأنه طول ما وزنه فوق الطبيعي ب10% أو 20% غالبا علاج التبول بيفشل. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد طوله او واحده طولها مثلا 170 سنتي، مفروض هيكون وزنها حوالي 70 كيلو، وهندي كمان 20% من 10 ل 20% زياده يبقى معانا لحد 85 كيلو، يعني يبقى المفروض اخرها 85 او من 80 ل 85 كيلو، ده اخرها. بعد كده بتبقى دخلنا في السمنه الكبيره او السمنه المفرطه او السمنه اللي هي اكتر من المتوسط، ودي اللي بتؤدي الى فشل العلاج. يبقى اللي عاوز يخف من موضوع التبول الاراضي لازم جنب ما ياخد العلاج يعني المظبوط اللي بيشتريه من مكان موثوق بيه
لازم يخس الى يكون السمنه عنده ما زادش عن 10 ل 20% عشان موضوع التبول ده ينتهي ويخف وما يرجعش له تاني، ما يحصلوش ارتداد، لان برضو في نسبه ارتداد بتحصل من موضوع علاج التبول الاعراضي. يبقى نقول الفشل تاني باختصار، احنا قلنا السمنه وقلنا الدلع بتاع الطفل او اللي بياخد العلاج مش في استهتار وفي دلع وفي عدم وفي اهمال وما بياخدش العلاج وما نفذش التعليمات وان او ياخد ادويه مغشوشه، او الاهم حاجه بقى العند والعلاقه بين الام وبين البنت اللي هي عندها المشكله دي. يعني برضه عايزين نركز على النقطه ديت، لان في دايما علاقه بين الام وبنتها بتبقى في علاقه كده غريبه بينهم، بين ان هم ممكن يكونوا اصحاب وممكن يكون في غيره بينهم، ممكن في بينهم يكون في عند، ممكن يكون في بينهم نوع من الانتقام، بتبقى علاقه متوتره بين الاثنين. فديت من ضمن الحاجات اللي بتعمل لنا فشل في علاج التبول الاعراضي، وهنتكلم عليها بعد شويه بالتفصيل النقطه دي. بالنسبه للعياده بتاعتنا، علاج التبول الاعراضي ومرض فرط الحركه وضعف التركيز والعلاج قصر القامه وعلاج النحافة، العيادة بتاعتنا موجودة في روكسي أمام سنترال سرايا القبة، محطة مترو سرايا القبة، والعيادة دي عمرها 35 سنة، اللي هي من ساعة ما بدأنا فيها العمل سنة 1980، أنا حوالي 35 سنة دلوقتي. وفي فرع تاني في حدائق القبة في شارع سكة الويلي أمام محلات أولاد رجب. العيادتين بيستقبلوا الحالات ديت، وبيستقبلوا طبعا علاج جميع امراض الاطفال، حساسيه او مناعه او روماتيزم او اي امراض تخص الاطفال. العيادتين موجودين عمرهم بقالهم 35 سنه. لنا فرع تاني في اسكندريه في شارع بوالينو في محرم بيه، محرم بيه شارع بوالينو في اخر الشارع على الشمال من ناحيه المحموديه 22 شارع عثمان جلال برج البركه 2. يبقى عياده اسكندريه هنقولها تاني، العنوان بتاعها محرم بيه اخر شارع بوالينو على الشمال من ناحية المحمودية 22 شارع عثمان جلال برج البركة 2. التليفونات اللي على الشاشة، اللي عاوز يسأل او يحجز او يستفسر هيتصل من الساعة 5 ل 8، ما حدش يتصل دلوقتي لان مفيش حد هيرد دلوقتي، الرد هيكون من الساعة 5 ل 8 مساء. دلوقتي ممكن تسجل رقم التليفون على ورقة وعلى الموبايل، وان شاء الله من الساعة 5 ل 8 بنستقبل المكالمات كل يوم للي عاوز يحجز او يتصل او يستفسر عن اي حاجة. التليفونات اللي على الشاشة اللي هي 012-248-78-251 و 0-100-1454-467. يبقى نقول تاني 012-248-78-251 و 0-100-1454-467. برضه من ضمن الملحوظات اللي لاحظناها ان في المحافظات طبعا الحالات اللي هي خصوصا التبول الاعراضي ومرض فلط الحركه والقصر القامه والنحافه وسمنه الاطفال منتشره في المحافظات، فعشان نخفف على المرضى انا بروح لهم كل شهر مره في كل اغلب المحافظات، يعني في بورسعيد بروح لهم كل شهر مره، والمنيا واسيوط والاقصر واسوان. بالنسبه لبورسعيد ان شاء الله الزياره الجايه تبقى يوم 26/5، يوم الثلاث 26/5، وفي طريق العودة بنعدي على 10 رمضان، مدينة 10 رمضان أو العاشر في نفس اليوم اللي هو يوم الثلاث 26/5. عيادة بورسعيد اللي بنزورها في موجودة في مستشفى عمر ابن الخطاب في شارع محمد علي، وتبقى فترة صباحية من الساعة 10 لواحدة صباحا، من 10 لواحدة الظهر، مستشفى عمر ابن الخطاب شارع محمد علي. في نفس اليوم بنمر على عيادة 10 رمضان في عيادات مسجد الهداية في المجاورة 53، يبقى في 10 رمضان مجاورة 53 عيادات مسجد الهداية، وبتبقى المواعيد من الساعة 5 ل 7 مساء، واليوم هيبقى يوم الثلاث 26/5. ان شاء الله بكرة في اسكندرية هتبقى العيادة اسكندرية بكرة الحد اللي هو 10/5 هتبقى من الساعة 1 ل 4 العصر اللي هي في محرم بيه، ده عيادة اسكندرية. الثلاثة الجاية إن شاء الله هنزور أسيوط في العيادة في مستشفى سانت ماريا في أسيوط شارع الجمهورية، مستشفى سانت ماريا شارع الجمهورية، هتبقى يوم الثلاثة اللي هو بعد ثلاثة أيام ده يوم 12/5، والميعاد في المستشفى سانت ماريا بيبقى الصبح من الساعة 8 صباحا للساعة 1 الظهر بالنسبة لأهالي أسيوط وضواحيها، إن كان سوهاج أو جنوب المنيا أو الوادي الجديد اللي هي حوالين المحافظات، حوالين محافظة أسيوط أو مدينة أسيوط.
بالنسبة للأقصر وأسوان والمنيا برضو لأهالي الجنوب، المنيا هتبقى يوم 3/2/6، يوم 3/2/6، وبتبقى من الساعة 1 الظهر الأربعة في كفر المنصورة. في المنيا في حتة اسمها كفر المنصورة، شارع مضرب الرز، أمام مجمع المدارس، عيادة جمعية بيت المال. يبقى في المنيا هيبقى الميعاد يوم 3/2/6 في مدينة المنيا، كفر المنصورة أو المنصورة، شارع مضرب الرز، أمام مجمع المدارس، عيادة جمعية بيت المال. هتبقى يوم 3/2/6 من الساعة 1 إلى 4 العصر. بالنسبة لمنطقة الجنوب الصعيد اللي هي الأقصر وأسوان، الأقصر هيبقى يوم 2/8/6 في ميدان أبو الحجاج، ميدان أبو الحجاج على كورنيش النيل، أمام المعبد، أمام معبد الكرنك، فوق صيدلية الأقصر. فوق صيدلية الأقصر هتبقى الميعاد من الساعة 10 صباحا للساعة 3 العصر. يبقى الأقصر يوم 2/8/6 من الساعة 10 صباحا للساعة 3 الظهر في ميدان أبو الحجاج، أمام معبد الأقصر، فوق صيدلية الأقصر. تاني يوم هتبقى أسوان، عيادة أسوان هتبقى موجودة في مساكن أطلس دار المسنين. هنزور منطقة أسوان، طبعا تشمل بقى كومومبو والجنوب والأبو سمبل والكلبشة والحتت الجنوبية دي كلها، والنوبة طبعا، ومركز نصر النوبة والأماكن الجنوب دي كلها. إن شاء الله هنكون في أسوان يوم 3/9/6 في مساكن أطلس، عيادة دار المسنين، وهتبقى فترة صباحية من الساعة 8 صباحا لواحدة الظهر، وفي فترة مسائية هتبقى في مسجد، عيادات مسجد أو مستشفى مسجد أنصار السنة، أمام مرور أسوان. يبقى أسوان هتبقى يوم 9/6 فترة صباحية في مساكن أطلس في دار المسنين، وفترة مسائية في مستشفى أنصار السنة أمام مرور أسوان في اللي حتة اسمها السيل. برضو دي للناس اللي هم أهل أسوان وأهل الجنوب، وإن شاء الله نتمنى للجميع الشفاء العاجل. التليفونات اللي على الشاشة اللي هتطلع بعد شوية، اللي عنده المشكلة دي أو عاوز يحجز أو يتصل، هيتصل من الساعة 5 لـ 8، يعني بعد شوية، بعد 3 ساعات من دلوقتي، اللي كان هيستفسر أو يحجز في جميع محافظات الجمهورية، وإن شاء الله نتمنى لكم الشفاء العاجل. هنتكلم دلوقتي على التعليمات اللي احنا بنقولها لمرضى التبول اللا إرادي، اللي هي لازم يلتزم بيها، واللي في بعض الناس ما بتلتزمش وبيؤدي إلى فشل العلاج. التعليمات اللي بنقولها للمرضى التبول الأراضي، إن هو أهم حاجة إن هو بيصوم ساعتين قبل النوم صيام كامل زي صيام رمضان، وإن هو بيمنع ياكل الحاجات اللي لونها بني اللي هنقولها دلوقتي، لأن دي بتعمل على فساد العلاج وبتبوظ تأثير العلاج في الجسم. يعني مثلا زي الشاي، القهوة، النسكافيه، الشوكولاتة، الكولا سواء بيبسي كولا أو كوكا كولا، الشطة، يعني هم تقريبا هم 6 حاجات دول اللي احنا ايه اللي بنقول المرضى عليهم. دول بيمنعهم لمدة 4 شهور على الأقل، هي مدة علاج بتبقى محصورة من 4 شهور ل 12 شهر. الـ4 شهور اللي هو بيلتزم بالتعليمات فبيخلص في 4 شهور، اللي ما بيلتزمش ممكن نقعد أكتر من 4 شهور، وممكن نقعد لحد سنة معاه، وممكن يفشل العلاج خالص، اللي هو النسبة اللي احنا قلنا عليها من شوية اللي هي 0.5%. يبقى دلوقتي التعليمات اللي بنقولها للمريض اللي هو عاوز يخف من موضوع التبول الاعراضي، حاجتين: ان هو بيصوم ساعتين قبل ما ينام زي صيام رمضان، وتاني حاجه بيمنع الحاجات اللي لونها بني من اكله وشربه، خصوصا النسكافيه والشوكولاته والشاي والقهوه والنسكافيه. من ضمن احنا قلنا من ضمن اسباب فشل علاج التبول الاعراضي هي العلاقه بين الام وبنتها، دي هنتكلم فيها بالتفصيل دلوقتي. يعني مثلا من ضمن الحالات اللي جات لي الاسبوع دوت، يعني مثلا جات ام ومعاها بنت عندها حوالي 19 سنه، بنت سمينه، وبينهم لما دخلوا غرفه الكشف حسيت ان في توتر بين الام وبنتها، في نوع من الشد والجذب كده بينهم، والاب موجود طبعا. فطبعا واضح قوي ان العلاقه سيئه بين الام وبنتها. لما تكون العلاقه سيئه بين الام وبنتها بتؤدي الى فشل علاج التبول الاراضي او ظهور مرض التبول الاراضي عند البنت دي بجانب ظهور مرض السمنه. يعني ايه؟ يعني البنت لما بتلاقي الام دايما صوتها عالي، عماله تشخط وتنطر وتشتمها وتهزقها قدام الكبيره او قدام الصغير، فالبنت بيحصل لها نوع من العناد، والعناد دوت بيخليها توصل، ممكن يجي لها نوع من الاكتئاب،
والاكتئاب يوصلها الى السمنه وزنها يزيد، وممكن يحصل لها تبول اعراضي نتيجه السمنه، ونتيجه انها بتتهرب من امها انها بتشغل نفسها باي حاجه زي كمبيوتر او تلفزيون او موبايل، ما بتساعدهاش طبعا في شغل البيت. الام يحصل لها عصبيه اكتر وثوره اكتر، خصوصا لو كان العلاقه بين الام والاب حلوه، بين البنت وابوها يعني، بين البنت والاب حلوه، فالام بيحصل لها نوع من الغيره، بتتضايق وتبدا تغلس على بنتها بالصوت العالي والشتيمه والتهزيء، فالبنت بيحصل لها رد الفعل على كده انها بيجي لها نوع من التبول الاراضي. حتى لما بتروح عند الطبيب تكشف عشان تاخد علاج التبول الاراضي ما بتلتزمش بالعلاج ولا بتنفذه كنوع من العند عشان تغيظ امها وعشان تفضل امها محروق دمها، لان هي كده مبسوطه عاوزه تنتقم يعني من تصرفات امها معاها، فبتنتقم ان هي بتخلي لها دايما الفرشه مبلوله وحالتها وحاله البيت مش كويسه، نتيجه ان هي بنت مش عارفه ترد على امها زي ما امها بتقعد تشتمها وتهزقها، فالام بنت مش عارفه ترد، فبيكون ردها ان هي ما بتاخدش العلاج بتاع التبول الاراضي، ما بتلتزمش، وبيفضل المشكله عندها موجوده، خصوصا لو ظهر كمان عريس والام عاوزه تجوز بنتها وتفرح بيها، او زي ما بتقول عاوزه تخلص منها، فبيبقى البنت طبعا بتتعمد انها ما تخفش، وطبعا العريس بترفض، والاسباب تبقى مش معروفه للسبب ليه بترفض العريس دوت، وبتحصل مشاكل اجتماعيه من تحت راس الحكايه دي. يبقى برضو من ضمن برضو بعض الامهات خصوصا لو كانت ارمله مثلا، وكانت ارمله وصغيره في السن وعندها بنات والبنات كبروا، فالام الارمله دي بتبقى عندها نوع من يعني متضايقه او حاقده او متغاظه او عندها اي تاثير نفسي نتيجه انها بقت ارمله وهي ممكن في سن صغير، فبتبقى رد فعلها على البنات اللي عندها في البيت او الصبيان اللي في البيت انها بتعاملهم معامله وحشه، بترفض لهم طلباتهم، تحاول تعقد لهم المواضيع، مثلا لو جالها عريس ولا حاجه بتحاول تطفش العريس ده. الو، معانا اتصال. ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بقول لك يا دكتور، كنت عاوز اسال حضرتك. اتفضل. هو الشوكولاتات والقهوه والحاجات دي لها تاثير مثلا على الادويه او كده؟ زي ما قلنا من شويه، هي بتخلي الادويه تفقد مفعولها، يعني الادويه اللي احنا مديها لموضوع التبول الاراضي بتتاثر بالمواد اللي لونها بني، وبتفقد المفعول بتاعها بيضعف، وكمان اللي بيخلي الدواء يضعف ان احنا لو خدنا الدواء مع الاكل، يعني خدناه مثلا بعد الاكل مباشره او قبل الاكل مباشره، فعشان كده احنا بننصح اللي هم هياخدوا علاج التبول الاراضي ياخدوا يا اما قبل الاكل بساعه يا اما بعد الاكل بساعه، يعني يكون على معده خاليه، وفي نفس الوقت ما يشربش او ياكل حاجات لونها بني دي، لان اقول لك على مثال، مثلا لو واحد بعد اي حد مننا العادي يعني لما بيشرب كوبايه شاي بعديها بخمس دقائق بيبقى عاوز يخش الحمام، ولو شرب مثلا كولا اي ماده كولا او شوكولاته او نسكافيه بعد ما بيخلص بعدها بخمس دقائق بيبقى عاوز يجري على الحمام، فلان الماده اللي هي البني ديت بتخلي في حاجه اسمها ادرار للبول، يعني بتخلي المثانه تبقى عاوزه تنزل البول اللي فيها، وبتزود العصبيه بتاعه المثانه او الحركه بتاعه المثانه، فطبعا بتفسد الادويه، فبالتالي احنا بنقول للشخص اللي عنده مشكله تبول الاراضي انه هيمنع الحاجات اللي لونها بني لمده 4 شهور بتوع العلاج. ببساطه دكتور، الاطفال اللي هم مثلا ما بيقدرش يصوموا غير ساعتين قبل النوم وبرضه عندهم المشكله دي، ما هو طبعا هو الاسباب التبول الاراضي اسباب كتير، فطبعا بياخد علاج للسبب اللي موجود، يعني مثلا ممكن يكون عنده مثانه عصبيه، ممكن يكون عنده مشكله في العمود الفقري، ممكن يكون عنده مشكله في فتحه البول، ممكن يكون عنده مشكله في فتحه البول الداخليه زي ما قلنا، او مشكله في الوزن نفسه، فطبعا على حسب ما بيتكشف عليه بنشوف السبب وبياخد علاج وبيلتزم وبيبقى كويس، يعني بياخد مده علاج 4 شهور. ماشي يا دكتور، تسلم. اهلا وسهلا. كنا بنتكلم دلوقتي على اسباب فشل التبول الاراضي والتعليمات اللي بنقولها والعلاقه بين الام وبنتها اللي هي بتكون من ضمن اسباب فشل علاج التبول الاراضي، فقلنا العلاقه بينهم تبقى علاقه بتبقى فيها نوع من الشد والجذب، وتبقى علاقه غريبه شويه. برضو من ضمن الحاجات الغريبه ان الام تجيب بنتها وتقول لي بنتها مثلا عندها 20 سنه وعندها تبول اراضي، بقى لها 20 سنه عندها تبول اراضي، وجايباها زي امبارح برضو جات لي حاله زي كده، وتقول لي ده فرحها بعد اسبوعين، يعني الدخله بتاعتها بعد اسبوعين وعاوزين نخلص من موضوع التبول الاراضي ده. طبعا هي كانت فين؟ يعني بقى لها 20 سنه طنشها او ما خدتش بالها او مش ملتزمه باي حاجه، وجايه تدور دلوقتي على العلاج وجايه تقول لك الدخله بتاعتها بعد 20 يوم او بعد اسبوعين او بعد اسبوع. طبعا ده ما ينفعش، يعني المفروض الام اللي عندها بنت زي كده انها تبدا العلاج بدري، ما تستناش لما
تتزنق في جوازه او في دخله او في خطوبه او حاجه زي كده، وبعدين تيجي تدور على العلاج. العلاج طبعا بياخد اقل حاجه 4 شهور ويمكن اكتر، فما ينفعش انها تيجي على اخر لحظه، عامل زي الطالب الخيبان اللي قبل الامتحان باسبوع يجي يذاكر ويفتكر انه عنده امتحان. المفروض ان هي بنت معاها بقى لها سنين وعارفه المشكله بتاعتها، فالمفروض تبدا بدري عشان نخلص من الموضوع ده بدري وتتجوز وان شاء الله يكون لها نصيب. يعني برضه من ضمن الحاجات الاسئله اللي بتسال، هل في علاقه بين الطهاره اللي هي الختان، يعني طهاره البنت او الختان بتاع البنت او الولد، وموضوع التبول الاراضي؟ يعني في ناس بيفتكروا كده ان الطهاره بتاعت الولد مش مظبوطه، او اللي هو نازل عنده حاجه اسمها طهاره الملائكه، اللي هو نازل يعني في جزء من الجلد اللي حوالين العضو الذكري بتاع الولد بتبقى ناقصه، وفي تشوه كده خفيف في مقدمه العضو الذكري، او ان هل الطهاره لها علاقه ولا ملهاش، او هل الطهاره المشوهه او الطهاره مش مظبوطه او طهاره الملائكه لها علاقه ولا ملهاش. طبعا الموضوع التبول الاراضي ده ملوش علاقه بموضوع الطهاره نهائي. الموضوع التبول الاراضي ده اساسا بيبقى من المخ ومن المثانه. يعني ايه من المخ ومن المثانه؟ يعني الشخص اللي عنده نوم تقيل ده غالبا هيبقى عنده تبول اراضي، اللي هو نوم تقيل يعني مش حاسس، يعني ممكن اي حد يخش عليه في الاوضه ويفتح النور ويعمل اي حركه او اي حاجه ويخرج وهو مش حاسس ولا داري، ولو ضربت جنب راسه جرس او منبه او حاجه او تصحيه بايديك ما بيصحاش، وممكن تاخده على الحمام وتشيله وتوديه الحمام ويروح ويرجع وهو نايم مش حاسس. دوت النوم التقيل، والنوم التقيل ده ممكن يكون وراثه، وممكن يكون نتيجه ان هو سمين، ممكن نتيجة ان هو مثلا عمل مجهود جامد، عمل رياضة، عمل اي مجهود عنيف، فطبعا نومه هيبقى تقيل، او خد منومات او خد ترامادول او خد اي ادوية بتأثر على النوم، فدي طبعا بتعمل تبول اراضي. يبقى التبول الاراضي اسبابه الرئيسية اللي هو النوم التقيل والمثانة العصبية. المثانة العصبية يعني ايه؟ يعني حاجة عاملة زي القولون العصبي كده، يعني زي القولون العصبي ما بيحصل فيه انتفاخ وغازات وكركبة في البطن، فبيحصل برضه حاجة اسمها مثانة عصبية، ان المثانة بتبقى حجمها صغير وما بتخزنش البول اللي يكفي لحد فترة 8 ساعات بتوع النوم لحد الصبح، فما بتقدرش تخزن الكمية المطلوبة اللي هي تبقى حوالي نص لتر لحد الصبح، ما بتقدرش تخزنها، فبيحصل ان فتحة البول الداخلية بتفوت نتيجة ان الحجم صغير، حجم المثانة صغير وكمية البول اكبر من الحجم مع النوم التقيل، فيحصل ان البول يفوت على الشخص ده وهو نايم. دي الاسباب الرئيسيه لموضوع التبول الاراضي اللي احنا قلناها، وفي اسباب طبعا كتير بس دول هم اشهر اسباب. يعني كنا بنتكلم من شويه برضو عن علاقه الام وبنتها. الام لما بتكون عنيفه مع بنتها او بترفض لها مثلا، عاوزه تتجوز شخص معين او عاوزه تسافر او عاوزه تشتغل شغله معينه، بترفض لها الطلب او بتعاملها معامله سيئه، فالمهم بيحصل البنت برضو حاجات جانبيه جنب التبول الاراضي، يحصل لها مثلا قولون عصبي، يحصل لها المثانة العصبية اللي هي بتعمل التبول الإرادي دي، ممكن يحصل لها سقوط شعر، ممكن الدورة تلخبط معاها، ممكن يجي لها سمنة يعني تطلع حماة في الأكل، ممكن يجي لها نحافة يعني تبقى تقطع أكل وشرب، اللي هو المرض اللي هو اسمها النحافة المزمنة أو المفرطة دي، إن هي كل ما تاكل حاجة ترجع أو مش قادرة تاكل، فدي كلها نتيجة العلاقة السيئة اللي بتبقى غالبا بين الأم وبنتها، أو العلاقة السيئة بين الولد وأبوه. في بعض الابهات بيبقى علاقته مع ابنه بتبقى عنيفه، ممكن يضربه، ممكن يشتمه، يمد ايده عليه، يهزقه، خصوصا قدام اصحابه او قدام زمايله، فده طبعا من ضمن الحاجات اللي بتعمل، فبتعمل تبول الاراضي، بيبقى نوع من رد الفعل من الولد على ابوه او من البنت على امها غالبا، ده من العلاقه السيئه بتبقى بين الولد وابوه او بين البنت وامها غالبا هتبقى كده. برضو من ضمن الملحوظات اللي لاحظناها في اسباب علاج التبول الاراضي، ان الاطفال اللي مولودون قيصري او رضعين رضاعة صناعي غالبا بيبقى عندهم تبول اراضي بجانب السمنة. يعني الاسباب اللي هي اللي موجودة حاليا جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، اللي في الفترة 20 سنة الاخيرة نسبة الولادات القيصرية زادت في مصر، فمحدش بيصبر، الام ما بتصبرش على الولادة الطبيعية والدكتور النساء ما بيصبرش، فغالبا بتبقى بينتج عن كده ان هي ولادة قيصرية، وبعد كده برضو الام غالبا بتبقى عصبية ما بترضعش من صدرها، اللي فبترد على لبن صناعي نتيجة مشغولة او راح شغلها او اللبن ضعيف في صدرها، فاللبن الصناعي بيضعف الاعصاب، بيخلي العصب اللي بيغذي المثانة البولية والاعصاب بتاعت المخ بتبقى ضعيفة، فبينتج عن كده تبول الاراضي. عاوزين برضو نوضح الحتة بتاعت علاقة الرضاعة الطبيعية بالامراض المختلفة ومن ضمنها مرض التبول الاراضي. الرضاعة الطبيعية بيبقى فيها مادة دهنية
المادة دي بتخلي الكسوة بتاعت الأعصاب وبتاعت الخلايا العصبية سليمة. يعني إيه؟ الخلايا العصبية بتاعتنا والأعصاب بتبقى مكسية بغلاف دهني رقيق بيسموه المايلين شيز، اللي هو الغلاف اللي بيغذي أو بيغطي العصب، زي ما سلك الكهرباء كده، سلك الكهرباء اللي جوه النحاس اللي جوه بيبقى عليه غلاف بلاستيك، يبقى سلك الكهرباء اللي هو بيوصل أو العصب اللي بيوصل ده عبارة عن العصب، ده عبارة عن زي سلك النحاس اللي موجود في سلك الكهرباء، والغلاف البلاستيك اللي بره اللي هو الجزء اللي هو الميلين شيز ده او الغلاف العصبي. الغلاف العصبي ده اللي بيخلي العصب يشتغل كويس وما يحصلش مشاكل، ما يحصلش قفله يعني في الكهرباء او في توصيل الاعصاب. الغلاف دوت بيجي من الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه بيبقى فيها ماده او فيها بعض المواد اللي بتظبط الغلاف اللي بيبطن او بيغطي الاعصاب، فبالتالي الطفل بيرضع رضاعه طبيعي بيبقى مخه سليم، تركيزه كويس، واعصابه كلها في المخ كويس، الذاكره حلوه وكله تمام، وفي نفس الوقت المثانه بتاعته بيبقى العصب اللي واصل لها كامل، ما فيش حاجه ناقصه فيه، فغالبا ما بيجيلوش تبول اعراضي. يبقى من ضمن اسباب الانتشار التبول الاعراضي حاليا في مصر وفي الدول العربيه هي الولادات القيصريه. الولادات القيصريه ليه؟ لان طبعا غالبا الطفل ما بينتظرش لحد ما بيكمل ال 40 اسبوع، غالبا بيولدوه على 37 اسبوع، وبيولدوه هم في الميعاد اللي هو مناسب للام او مناسب للطبيب، او حسب لو مختارين تاريخ على مزاجهم، مثلا عاوزه تولد مثلا يوم 8/8 سنه 8 مثلا، فبتختار اليوم اللي هي عاوزه تسجل فيه ابنها، فبالتالي الطفل بيكون نازل غير مكتمل الناحيه العصبيه، من ناحيه يعني الاعصاب بتاعته، اعصاب الخلايا العصبيه في المخ والخلايا العصبيه المغذيه لكل حته في الجسم بيبقى فيها نوع من النقص، طبعا ما بيبانش بتحاليل ولا بيبان باشعاعات ولا بيبان باي حاجه. فبالتالي الولادات القيصرية من ضمن أسباب انتشار مرض التبول الإعراضي مع الرضاعة الصناعي اللي احنا قلنا عليها من شوية، وكمان السمنة نتيجة ان الأطفال اللي هم قاعدين في البيت على طول عمالين يلعبوا بالكمبيوتر والموبايلات والتلفزيون والدش والحاجات دي، وطول النهار قاعدين ما بيتحركوش، عمالين ياكلوا أكل من المواد الحافظة أو أكل الجاهز أو المشروبات أو الحاجات اللي هي، وطول النهار عمال ياكل فوزنه بيزيد، وبالتالي الوزن الزياده ده بيعمل ضغط على المثانه البوليه وعلى كمان على فتحه البراز، فممكن حتى الطفل السمين دوت الكسلان مع الوقت بيجيله غير التبول الاراضي وهو نايم، يجيله سلس بول وهو صاحي، ويجيله تبرز الاراضي وهو نايم، ويجيله تبرز الاراضي وهو صاحي، يعني بتبقى الدنيا مفوته عليه من تحت والامور بايظه نتيجه ان هو سمين وكسلان وما بيتحركش، والوزن زياده زي ما قلنا بيعمل كرش وبيضغط على المثانه وعلى القولون او المستقيم اللي بيخزن البراز فيه. بنذكر برضو الساده المشاهدين ان احنا العياده بتاعتنا بتعالج غير موضوع مرض التبول الاعراضي، علاج مرض فرط الحركه وضعف التركيز والانتباه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاطفال اللي هو الطفل اللي شقي وحركته كتيره وفي نفس الوقت تركيزه ضعيف وخيبان في الدراسه. فالام طبعا بتشتكي ان ابنها بيتنطط كتير وبيبوظ لها البيت، وعمال يجري يمين وشمال، وفي المدرسه برضه عمال يتنطط يمين وشمال، فكل الناس متضايقه منه، وفي نفس الوقت تركيزه ضعيف والمدرسين بيشتكوا وبينسى، والنتيجه بتاعته في نتيجه الدراسه بتاعته خيبانه، وممكن بيتكلم كتير وبيبوظ حاجات في البيت كتير او في تاثير للكلام. فطبعا في اختبار عندنا في العياده، اختبار ليه؟ عشان نحدد هل الطفل ده عنده موضوع فرط الحركه ولا لا. الاختبار الام هي اللي بتجاوبه، وحسب النتيجه اللي طالعه بنديله العلاج، وغالبا بتنتهي او بتهدى الامور دي كلها في خلال 6 شهور. يبقى موضوع فرط الحركه او اللي هي الشقاوه الزايده وضعف التركيز والنسيان وضعف المستوى الدراسي وتاثيره على الكلام والتخريب والعدوانيه، ان هو بيضرب زمايله وبيضرب الاطفال بتوع الجيران وبيخرب في البيت وبيبوظ الحاجات ويجري قدام العربيات ويجري قدام الاسانسير ويجري قدام الموتوسيكل ويجري على السلم، ودايما جاي متعور من المدرسه ومجنن امه في البيت وعماله تصرخ وتصوت منه وعاوزه تسيب البيت وتطفش من تحت راس الطفل اللي هو مجننها ده. فمرض فرط الحركه، وغالبا مرض فرط الحركه دوت بيرتبط بحاجات جانبيه، زي ان هو بينتج عنه المثانه العصبيه اللي هي بتعمل لنا تبول اعراضي، ممكن يعمل برضه تبرز لا ارادي، ممكن يخلي الطفل قصير يجيله قصر قامه، ممكن يجيله نحافه، ممكن طبعا غير النسيان وغير التركيز الضعيف وغير ضعف الشهية والأنيميا والعدوانية والمشاكل اللي بتحصل من موضوع مرض فرط الحركة وضعف التركيز والانتباه. وده طبعا الحاجات دي كلها لها علاج،
وفي اختبار زي ما قلنا موجود في العياده بتاعتنا في روكسي، العنوان على الشاشه، العياده في روكسي امام سنترال سرايا القبه، وفي فرع تاني في القاهره في حدائق القبه امام محلات اولاد رجب في شارع سكه الويلي، وغير الفرع بتاع اسكندريه اللي هو في شارع بولينو في محرم بيه امام اخر الشارع على الشمال 22 شارع عثمان جلال برج البركه 2. وبتبقى عياده اسكندريه دي غالبا بتبقى كل يوم حد من الساعه 1 ل 4 العصر. التليفونات اللي على الشاشه اللي محتاج حاجه زي كده يعني يحفظ الارقام دي عنده في ورقه او على الموبايل، وهيتصل بعد الحلقه من الساعه 5 ل 8 عشان نرد عليه، وان كان في عنده استفسار او عاوز يحجز او عاوز يسال او يشوف اي او عاوز اي تعليق او اي حاجه هيتصل، بس الفتره اللي هي من 5 ل 8 مساء كل يوم، مش دلوقتي عشان دلوقتي احنا مشغولين في الحلقه على الهواء دلوقتي. الحلقه بتاعتنا بتتعاد كل يوم جمعه من الساعه 5 وربع للساعه 6 وربع، ودي الحلقه العاشره. الحلقات السابقه 9 حلقات السابقه على قناه الندى هتلاقيهم على اليوتيوب، لو دخلت على اليوتيوب وكتبت قناه الندى الفضائيه الدكتور مجدي عبد المحسن هيطلع لك الحلقات السابقه كلها، وبرضو اللي عاوز اي استفسار هيتصل وان شاء الله يكون في حل. نتابع معاكم برضو الحالات اللي جات لنا الاسبوع دوت عشان نشوف ازاي اتصرفنا فيها. في طبعا بيجي لنا حالات غريبه برضو كده او هي مالهاش علاقه بالتخصص بتاعنا، بس برضو بتيجي من ضمن الحالات الجانبيه، لما تيجي ام جايبه بنتها مثلا عشان علاج التبول الاراضي، فبعد ما بتخلص العلاج بتاع بنتها بتسال على حاجه تانية تخصها هي وجوزها. يعني مثلا جت ام الاسبوع اللي فات دوت وبرضو بنتها عندها تبول اراضي، وبعد ما خلصنا قالت للبنت اخرجي بره دلوقتي، فقالت انا عاوز اتكلم في حاجه شخصيه اتفضلي. ايه المشكله؟ ايه ان هي جوزها عنده فوق 50 سنه، يعني سنه فوق ال 50، وبدات تحس ان هو يعني بعد عنها بقى ضعيف، ما عندوش رغبه منها زي الاول، فهي بدات تشك فيه، وحصل مشاكل كتير في البيت بينها وبينه، والحالات دي متكرره يعني خصوصا بعد سن ال 40 او بعد سن ال 50 بتبقى في بعض الرجال بتبقى عندهم المشكله دي، ان هو بدا يعني يحصل له نوع من الزهد، ما بقاش عنده رغبه زي الاول، او بقى عنده نوع من الضعف، ضعف مثلا انتصاب، فالام بتبقى او الزوجه بتبقى مش عارفه السبب ايه، فهنفسر لها دلوقتي السبب. يعني الرجال زي ما الستات عندهم حاجه اسمها سن الياس، الستات عندهم حاجه سن الياس يعني بعد سن ال 45 او 50 سنه الدوره بتنقطع عند بعض عند السيدات طبعا كلهم، فمعنى انقطاع الدوره معناها ان هي خلاص مش هيبقى في حمل تاني، ولكن ده مش هيمنع ان الزوجة او الست اللي هي فوق الخمسين بيبقى عندها برضو الرغبة موجودة، والانوثة عندها بتبقى كاملة عادي، مفيش اي مشاكل في الناحية دي، عندها رغبة عندها كل حاجة. لكن عكس الناس ما فاكرة، يعني الرجالة فاكرة ان الستات بعد سن الخمسين بيبقى ما عندهاش رغبة، بتبقى عندها نوع من البرودة او ما عندهاش احساس او حاجة زي كده، لكن لا، هي بعد سن الخمسين عادي بتبقى عندها رغبة عندها كل حاجة، لكن هي بتبقى الانجاب بس هو اللي توقف والدورة هي اللي توقفت بس. عند الرجاله في حاجه زيها بتحصل اللي هو برضو زي ما الستات بيحصل لهم انقطاع الدوره بعد سن ال 50، عند الرجاله برضو بعد سن ال 50 جزء من الرجاله كبير بينقص عنده هرمون الذكوره اللي هو اسمه هرمون التستوستيرون. هرمون الذكوره ده لما بيقل عند الرجاله بعد سن ال 50 بتبقى له اعراض مشابهه زي الاعراض اللي بتيجي للستات. الاعراض مثلا يبقى عنده ضعف في الرغبه، ما عندوش رغبه لاي علاقه، بيبقى الانتصاب عنده ضعيف، بيبقى مثلا يطلع له كرش، يطلع له الدهون يعني حوالين بطنه عند منطقه الحزام دي بتزيد، بيبقى جسمه ضعيف يعني الهيكل الجسماني بتاعه ضعيف، يعني العضلات بتاعته بتضعف والعظم بيضعف اللي هو حاجه زي هشاشه العظام يعني. ممكن يجي له ضغط، وممكن يجي له سكر، ممكن يجي له امراض في القلب طبعا، ويجي له المزاج العصبي، عصبي ومكتئب، عصبي يعني مقريف، يعني مش طايق حد، عمال يزعق، عمال يشخط، عمال يتنط، يعني مش متفاهم يعني متصلب، وفي نفس الوقت نوم اللي عنده نوم الاكتئاب يبقى عاوز يقعد لوحده مش عاوز يكلم حد. فدي غالبا هي الاعراض اللي بتيجي لبعض الرجال فوق ال 50 سنه. هنركز على حته منها دلوقتي اللي هي الاكتئاب. الاكتئاب ده طبعا بيبقى منتشر وبيجي على اما يجي على هيئه ان هو مثلا واحد عاوز ياكل كتير، او عاوز يقعد لوحده، او مش عاوز يشتغل، او عاوز يطلع يشتغل اكتر، بيبقى في اعراض كده مش مترابطه مع بعضيها، غير ان ممكن يجي له زي ما قلنا يجي له ضغط ويجي له سكر. ادويه الضغط والسكر نفسها ممكن بتضعف برضو الرغبه عند الراجل وبتضعف الانتصاب عنده. طبعا يجي له امراض القلب وادويه برضو علاج القلب والذبحه الصدريه والشرايين التاجيه دي برضو بيكون لها تاثير هي كمان. طبعا السمنه بيكون لها تاثير، والكرش له تاثير،
الاكتئاب برضه ادويه الاكتئاب لو هياخدها برضه بتعمل تاثير هي كمان. وطبعا غير الهشاشه العظام اللي بتحصل، في بقى النقطه اللي هنتكلم عليها اللي محدش يمكن واخد باله منها، اللي هو ضعف العضلات بتاعه الراجل ده. يعني ايه ضعف العضلات؟ هو المرض ده اسمه ساركوبينيا. ده حاجه ان هو ساركوبينيا يعني ايه؟ يعني العضلات بتاعه الشخص ده اللي بعد سن ال50 بتبدا تضعف وتكش. يعني انا اقولها بالبلدي كده، يعني مثلا الواحد بعد قبل سن ال50 بيلبس مقاس معين من الملابس، هيجي بعد سن ال50 هيلاقي الملابس بتاعته وسعت عليه، بقى يلبس مقاس اقل غير المقاس الاصلي اللي كان بيلبسه، نتيجة ان عضلاته ضعفت، ما بقاش قادر يشتغل، ما بقاش قادر يمشي، الهيكل الوزن بتاعه قل. فده اسمه مرض الساركوبينيا، ودوت له علاقة بنقص هرمون الذكورة. فطبعا المفروض اللي عنده المشكلة دي بياخد هرمون تعويضي. الهرمون التعويضي ده بيبقى عبارة عن لا اما جل بيدهن بيه الجلد، لا اما لزقة بتتلزق، لا اما قراص، لا اما الحقن اللي طالعة جديدة اللي بتاخد كل 3 شهور، دي حقن تعويضية عشان تظبط الهرمونات الناقصة دي. بس طبعا اللي فيها خطورة ان هي لو هو عنده استعداد لسرطان البروستاتا فهي بتزود السرعة بتاعت انتشار او ظهور مرض سرطان البروستاتا، لكن مش هي اللي هتعمل مرض سرطان البروستاتا. يعني ايه؟ يعني هو لو عنده جسم وعنده استعداد لظهور مرض سرطان البروستاتا، الهرمونات بتاعه الهرمونات هتزود السرعة بتاعة ظهور المرض، لكن لو هو ما عندوش فهي مش هيبقى لها علاقة. نشوف برضو حالات تانية من اللي جات الأسبوع ده. من ضمن برضو الحاجات اللي جات الأسبوع دوت والأسئلة الجانبية اللي جات لنا الأسبوع دوت، إن هي واحدة كانت عاملة عملية ربط مبايض، يعني بعد ما عملت ولادة قيصرية، فقالت للدكتور بتاعها بتاع نسا وكتبت موافقة هي وجوزها على أساس إنه هيعمل لها عملية ربط عشان هي عندها 3 أولاد ومش عاوزة تخلف تاني. طبعا هي عاوزة ترجع في كلامها، بعد 6 أشهر عاوزة ترجع في كلامها وحنت للأطفال. فطبعا ما ينفعش طبعا إنها ترجع تاني، لأن الأنابيب اللي اتربطت أو اتقطعت دي مش هينفع إنها ترجع تاني أو تتصلح تاني. فالحل الوحيد قدامها إن هي تعمل حاجة اسمها الحقن المجهري. يبقى اللي هي عملت عملية ربط، قبل ما تعملها لازم تفكر كويس قوي ان هي مش هتعرف تخلف خلفة طبيعية تاني، وقبل ما تمضي على ورقة بالموافقة للدكتور النسا اللي هيعملها عملية ربط مع القيصرية، وقبل جوزها ما يمضي على كده، تبقى عارفة ان هي العودة صعبة وان ما فيش تاني رجوع في القصة دي، وان هي لو احتاجت طفل تاني لأي سبب من الأسباب هيبقى الحل الوحيد هو الحقن المجهري. وده طبعا نسبة نجاحه ضعيفة، ممكن 30% او اكتر شوية، وطبعا مكلفة، فبرضو تخلي بالها من الموضوع ده. برضو من ضمن الحالات اللي جات الاسبوع دوت، الام جايبة بنتها سمينة وجاية تقول البنت يعني تخينة وكسلانة ومصدعة وهبطانة فهي مش عارفة ايه السبب. المهم البنت كان باين على وشها عندها اعراض الانيميا، يعني وشها بهتان وشفايفها بهتانة وفي سواد تحت عينيها، وطبعا عملنا تحليل بتاع الانيميا طلع 9. فطبعا واضح انها عندها انيميا، والام مش مصدقه او مش متخيله ان في حد تخين يبقى عنده انيميا. يعني في بعض الناس فاكره ان الشخص التخين ده عمره ما يجيله انيميا، لان هو تخين طبعا وعنده غذاء كتير في جسمه او عنده خزين كتير. طبعا ما فيش علاقه، ده بالعكس، ده الانيميا بتعمل سمنه. يعني برضو الناس عشان تبقى عارفه ان الانيميا بتعمل سمنه، ودي برضو هنلاحظها احنا في مصر، هنلاحظها في الاحياء الفقيره والاحياء العشوائيه والطبقه الفقيره في المجتمع، غالبا هنلاقيهم كلهم تخان. الستات نسبة السمنة عندهم تبقى 75%. يعني هنلاقي السمنة منتشرة في البيئات الفقيرة أو في فئة الموظفين أو فئة المناطق العشوائية، هتلاقي أغلب الستات تخان، فوق نسبة السمنة عندهم فوق 75%، رغم إن هم الحالة الاقتصادية تعبانة. فدي برضو لازم نبقى عارفين إن في علاقة بين السمنة وبين الأنيميا. نشكركم في نهاية الحلقة وهنختم دلوقتي، ونشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله يوم السبت الجاي من الساعة 2 للساعة 3، والعادة زي ما قلنا هتبقى يوم الجمعة من الساعة 5:15 للساعة 6:15. كان معكم الدكتور مجدي عبد المحسن، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.